صدور قانون جديد للحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من بروج العقارية. خلال الأيام الماضية القليلة صدرت قانون جديد للحصول على الجنسية التركية وطريقة الاستثمار في تركيا. طبعا القانون هذا ينص على أشياء كثيرة، لكن راح نتكلم في أهمها بطريقة مبسطة حيث نوصل الفكرة للجميع. إيش أهم التعديلات اللي حصلت في القانون؟ زي ما تعرفون للحصول على الجنسية التركية في تركيا هناك طرق كثيرة، لكن من أهمها ثلاثة أشياء: واحد، شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار أمريكي وعدم بيع العقارات هذه لمدة 3 سنوات. الشيء الثاني، إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنوك التركية وعدم سحبها أو التصرف فيها لمدة 3 سنوات. الشيء الثالث، توظيف أكثر من 50 موظف تركي في شركة، وبالطريقة هذه ممكن تحصل على الجنسية التركية. طيب إذا جينا نتكلم عن القوانين اللي تم تعديلها في القانون السابق، الموضوع جدا بسيط، حيث تم التعديل في أن المبلغ الذي يودع في البنك يجب أن يودع بالليرة التركية وليس بالدولار. لنفرض بشكل مبسط، أعطيكم أمثلة. الآن جيت تشتري عقار في مثلا في إسطنبول بقيمة 250 ألف دولار حتى تحصل على الجنسية التركية. خلال إيداع المبلغ هذا في البنك يجب صرف المبلغ من الدولار اللي هو 250 ألف دولار إلى ليرة تركية وإيداعها بالليرة التركية في البنوك. طبعا في السابق كانوا يطلبون إيداعها بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي، لكن الآن حصرا فقط يتم إيداع المبلغ بالليرة التركية. أما القانون الثاني اللي هو إيداع مبلغ 500 ألف دولار، هنا القانون إلى الآن غير واضح تماما، لأنه ممكن تصرف 500 ألف دولار بقيمة 7 مليون الآن وتسترجعها بعد 3 سنوات ب 7 مليون ليرة تركية، أم أنك راح تسترجعها بسعر صرف محدد تحدد الدولة. ففي حال وجود أي تحديثات جديدة في القانون إن شاء الله سيتم تصوير ونشر فيديو جديد ومعلومات جديدة في هذا الخصوص. وللحصول على العروض العقارية والاستثمار وطرق الحصول على الجنسية التركية لا تترددوا أبداً بالتواصل معنا على الأرقام الموجودة في أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.